كحشوه اخواتي غنقترح عليكم واحد الحشوه اللي هي اقتصاديه وكتجي لذيذه بزاف. محتاجو ليها عندنا بصله مقطعه رقيق مشلضه رقيق، عندنا شويه ديال القزبر يعني هو معدنوس، المعدنوس يكون كثير بزاف يعني تقريبا زلفه ديال المعدنوس، عندنا جوج حكاك ديال الطون مصفين من الزيت، جوج دريسات ديال الثومه، نص حامضه مصيره مقطعه، معلقه ديال مطيشه تحك ولا معجون الطماطم، شويه ديال الهريسه، عندنا كذلك معلقه كبيره من التوابل ديال السمك. انا هنا خلطت شويه ديال الخرقوم بلدي، شويه ديال التحميره اولا البابريكا، شويه ديال القزبريه بس مطحون، وشويه ديال الكمون، وشويه ديال السودانيه، واحد شويه ديال الزعتر. هادو هما المكونات اللي خلطت هنايا. عندي عصير نص حامضه، عندي الزيت النباتيه، عندي هنايا هاد لاصوص ديال الحوت، هي هادي كيف ما كتلاحظوا، الا عندكم هو هذاك، الا ما عندكمش بلاش. البنات اللي قالوا لي ورينا القرعه، القرعه هي هادي البنات، ها هي مكتوبه فيها صوص نيوك مام. هاد لاصوص هادي كيف ما قلت لكم كتمشي مع بزاف ديال الحوايج، البصل ديال الحوت، اي حاجه، الحشوه اللي فيها الدجاج، الحشوه اللي فيها لندن، ديما تهضر الحاجه المالحه، ديما الحاجه اللي كتكون مالحه وفيها التوابل ديال السمك كتمشي معاهم هاد لاصوص. ميم با لي بروشيت ديال لندن ولا لي بروشيت ديال الدجاج، الا درتوهم بالطيبه ديال الملوحه يمكن لكم تعملوا فيهم لاصوص ديال الحوت. هاد لاصوص ديال الحوت راه كتباع في لي غايون اللي كيكونوا فيهم لي برودوي ديال الشينو. عندنا كذلك هذا الزلافه فيها الفلفله، انا درتها بكثره لانها كتجي رائعه في هذه الحشوه، فيها فلفله خضراء، فلفله حمراء، فلفله ليمونيه، انتم نديروا غير اللي كان، ماشي بالضروره تكون عندكم هذه الفلفله الوان. عندي زلافه يعني واحد الباكيه صغيره ديال الشعريه شينوا اللي خديتها حتى هي، غليتها، غليت الماء وخويته فيها، خويت عليها الماء مغلي وخليتها واحد 5 دقائق حتى طلقات، من بعد صفيتها مزيان وقطعتها بالمقص. صافي تقريبا هادو هما المكونات اللي عندنا. ندوزو على بركه الله لطريقه التحضير. حنا كناخذو نكله كنشحرو فيها البصله والثومه، جوج دروس ديال الثومه مع البصله، وكذلك ست معلوان ملي كيتشحر مزيان غادي نضيفو ليهم. دابا انا اخواتي قبيله ما قلتش لكم الملحه، نسيت لانه غير شويه الملح، لان غادي نديرو الزيتون والحامض مصير، وهاديك لاصوص هي مالحه نردو البال، والثوم كذلك مالح. غادي نعمل التوابل اللي عندي، بسم الله، شويه هريسه، عندي معجون الطماطم، ديما كنشحرو على عافيه مهيله باش جميع المكونات تبقينا على خطرة. غادي ندير هاديك لاصوص، غادي ندير واحد جوج معالق ديال الماء. اللي ما عندوش هاديك لاصوص ماشي ضرورية، يعني اللي يعني عندهم ماشي مشكل يديرها، اللي ما عندوش ماشي شي حاجة اللي هي ضرورية، وهي ماشي تبغي تعوضش هي الصوجة. مطيشة الحب هي اللي نبغي نعوضو، ديما المسائل اللي كيكونو فيها الصوجة نقدرو نعوضوها بمطيشة الحب ولا الطماطم المعجونة. دابا غادي نضيف الشعرية، آخر حاجة غادي نضيفها، غادي تنبغي تنقرب نطفي، غادي نعصر نص حامضة، من بعد ما غادي نعصر نص حامضة غادي نطفي، غادي نضيف الزيتون والطون والمعدنوس. هنا زولتها من فوق النار من بعد ما عصرت ليها واحد نص حامضة، عصرتها صافي طفيت عليها. غادي نضيف دابا المعدنوس يكون بزايد، بالنسبة أنا غادي نضيف هنا الزيتون. بالنسبة للأخوات دابا هادي كقاعدة، يمكن لكم أخواتي إما تزيدو الطون، يمكن لكم كذلك تزيدو الكروفيت، الكروفيت ما تسوطيوه ما والو، الكروفيت إن فوا تجيبوه كتاخدو الماء مغلي فيه الحامض، فيه عصير الحامض، وكتعمروا عليه، كتوضعوه في الماء مغلي فيه عصير الحامض، نقيه، شليه بشويه ديال الماء بارد وضيفيه، ما تشحريه ما حتى شي حاجه. يعني هذيك القاعده يمكن لكم قلنا تزيدوا عليها الطون، تزيدوا عليها قمرون، تزيدوا عليها كبده اللي تكون الكبده راني نسبق لي حضرت معكم الحشوه، الكبده كتكون يعني حتى هي مسلوقه في شويه ديال الماء ولا مقليه، الا بغيتو تزيدوها مقليه كتقليوها شويه في الزيت، دوزوها في الدقيق ودوزوها في الزيت،
وكتضيفوها. غادي نحركو كيفما تلاحظوا معايا هذه المكونات مزيان، وغادي نخليوها على جانب حتى وكان كتبرد مزيان. ديما كنقول الحشوه تكون بارده باش ما تقطعش لينا الورقه ديالنا. كناخذ الورقه كنتهنا بشويه ديال الزيت اللي خلطته مع شويه ديال التحميره باش يعطيني اللون في البريوه، لان ديما كنبغيش نقلي، كندخلهم فقط للفرن، كنوضع كميه من الحشو، سد عليها هكا باش ما تخرجليش الحشوه. صافي كنتنيها بهذا الشكل هذا. عطينا الشكل ديال البريوه كيف ما كتلاحظوا. غادي نكمل نفس الطريقه بالنسبه للورقه اللي عندي ونتلاقى ان شاء الله باش نطيبوها. من بعد ما كنشكلوا البريوات ديالنا، انا غادي ندهنهم بالبيض فقط، لانني بغيت ندير لهم شويه ديال لاشابور من الفوق، يعني شويه ديال الخبز المحمص من الفوق. اما نتوما يمكن لكم تدهنوهم بشويه ديال الزيت وتدخلهم للفران، ماشي ضروري ديروا لهم شويه ديال الخبز المحمص. ندهنو بالبيض وغادي نرفشهم من الفوق بشويه ديال كما قلت لكم الخبز المحمص باش يجوني يعني يجيو مقرمشين. انا كيف قلت ترشهم بشويه ديال الخبز المحمص، انا خلطته مع شويه ديال هذاك، تلاحظوا هذاك الكحل، هذاك الساندويتش ولا حبه البركه، كيبقى يعني اختياري، ماشي شي حاجه اللي هي ضروريه. غادي ندخلهم للفران يطيبوا على 180 درجه. ديما الفران كيكون مسخن من قبل. الاخوات اللي غادي كونجلوهم، ديما كنقول الا كنتو غادي تكونجلوهم تطيبوهم من الصيبه ومن بعد كتجبدوهم، ومني كطيبو دخلهم المجمد، ملي كتبغيو تحتاجوهم دخلهم مباشره، لا داعي انكم ديكونجلوهم. البيض ديالنا اخوتي كتلاحظوا معايا من بعد ما طيبناهم كنا كنطيبو على 180 درجه، كنقدموهم بالصحه والراحه، تيجيو لذاد بزاف ان شاء الله. اخوتي تجربوهم من نال ويعجبكم. قبل ما نختم معكم غادي نحاول نقطع فقط واحد الوحيده باش تشوفوا كيف تيجيو. شوفوا مقرمشين، يعني واخا طيبناهم غير في الفران، هانتوما اخواتي لاحظتوا معايا تيجيو رائعين هاد البريوات. ان شاء الله اخواتي تجربوهم من نال ويعجبكم. يعجبكم بحال ديما ما تنساوش ديروا لايك للفيديو وشاركوا في القناه باش يوصلكم جديد الى حلقه مقبله. حبيبي.